مساء الخير. كل تحركات الطلاب بالأكاديمية، كل تعليقاتهم ومواقفهم وكل حياتهم اليومية بتتابعوها بيوميات ستار أكاديمي كل ليلة بمثل هالوقت. الطلاب اجتمعوا بالحديقة وقرروا يقدموا مشاهد تمثيلية. المشهد الأول، شانتال ورافائيل. رجعتين يا ليلى. ليلى 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 مع عباس كانت زبطة أكثر، أنت عم تضحك ما تضحك. عن جد ما تضحك. أنا كثير بحبك. المشهد الثاني، مرتضى وحنان. انا اكثر. وين كنتي هذا الفتره؟ ارفع صوتك. صار معي مشيك بس خلص ما راح ابعد عنك. هذه الفترة اللي قعدت عنها ما غسل قليلي ما أتعلم. سوري ماشي بيديا اشتغلك كثير تعال تعرفين مش كنت حبيت تعرفين ما ريت هذا الموضوع ينعاد أوكي تعالي هدي يا تاريخ يلا جايز يلا حد ينادي الفن. المشهد الثالث، رافائيل وحنان. لو حبنا غلط انا وياك نغني لها ونفوت بالدور. جايز تمثيل اوكي خليك لو حبنا غلطة تركنا غلطانين ما زال عشانين مع بعض مرتاحين. ما بيضحي كل العزيز ما بيقى ضحي. قوم بس قوم. المشهد الرابع، عباس حنان ورافائيل. بس بجد بجد مش بيهزر. انا وحنان قاعدين في مكان اهو اشعاع. انا وحنان قاعدين في مكان اسم رافائيل. رافائيل رافائيل يا ابني ركز معايا بجد. انا وهنقعدين في مكان اللي احنا هنحكيه دلوقتي انت المفروض ان انت بتحبها وهي بتحبك. هي عم تحكيك عنا. انا وهي قاعدين في مكان هنحكي دلوقتي موقف وانت المفروض بتحبها وهي بتحبك. انت المفروض بقى انك تخش علينا. شوف انت المفروض هتعمل ايه. وهي ظاهر علي انا اللي احنا بنقوله دلوقتي. وهي ظاهر علي معاك على فكره. ما هو انت هتعرف دلوقتي انا قاعد معاها ليه. اوكي يلا اللي بيتكلم في حلو قوي على فكره. بس انت عارفه ان وعارفة ان انا من زمان طلبت منك ده وانت فضلتيه عليا. يمكن هو وقف معايا في بزاف ديال الحوايج اللي انت ما كنتيش معايا فيهم. بس انت عارفه ان انا كان عندي ظروف. فانا كان عندي ظروف. يعني انت شايفه بعد اللي انا عشت بره والسنين دي كلها ارجع عليكي مع حد تاني؟ اربع شهور في ستاره كمان ارجع عليكي متجوزه واحد كم مش انت عارفه نعم. انا كل السنين دي ما حبيتش حد غيرك. عم تبكي يا الله. قمه الزباله اقسم بالله انت ما ينفع تمثل بقى واحد دعوه رئيس. عباس بيمسح الدموع ازاي؟ داخل عليا انت واصحابك بيمسح الدموع ازاي؟ لا انت المفروض لما تخش انت المفروض بني ادم محترم يعني المفروض تخش ولقيت موقف زي ده تتكلم معاها بقى عادي وتسالني انت مين وده مين. اوكي يلا نقف في النص زباله. هو الكاميرا قول سايلنس الكاميرا 1 2 3 stop. المشهد الرابع، إعادة، عباس حنان ورافائيل. اسمح لي ولكن أنا كان بغي تفضل. ما أعتقدش أن العياد دلوقتي هيفيد بحاجة. شو قال لها راح الكويت؟ شو قال لها؟
ما اقدرش ان انا اغضب عليكي ولا ان انا اقول لك خليكي معايا. يمكن عشان انا كنت بعيد، بس يمكن انا اتاخرت. لا ما هي هيك الدور عادل. دخل المصري بقى. الله الله فاشي فاشي حنان فاشي حنان فاشي. ازيك يا حنونة؟ انت بتسلم على قطة حنان فاشي. طب انا قاعد انت بتعمل ايه؟ كل واحد كان بيحبها وفضلته فضلته. لا انا ما بعرفه فايت اتعرف عليها. مين هاي ده اللي انت بتعمله؟ انا ادخل عليك زبالة الزبالة. يلا المشهد الخامس. رافائيل حنان وعباس. انت قراتني في التمثيل يا اخي. ما هي شو الموقف؟ يلا انت بتعرفني من قبل؟ انا المفروض انا اللي بحبها. لا ما اعرفكش. انا بحبها ولقيتها قاعده معاك. وانا كنت مسافر وكنت حابب نفس اي حاجه زي اللي انا قلتها. يلا يلا نور عيني نور عيني. انت كنت عامية ها؟ شباب سايلنس. بنمثل على فكره والله. روك كاميرا. عشان احنا الاثنين اصلا عملنا دور قبل كده جامد وانتوا صدقتوه. خلاص يا سعد. توب هيك انا وقت بيقطع يا عالم تمر وتفل يعني. بس انت تركتني. انا تركتك. بدي اسس حالي. بدي ما بدك انا نعيش كنا مرتاحين. وانا مين تركتني؟ لشو رحت كرمالك؟ انا رحت ايه بس عملت هونيك حياة جديدة ما سألت عني. حنان فاشل شوي اوكي؟ يلا كمل انا المخرج. عاملة ايه؟ مسس خرونجة برضو حضرتك عاملة ايه؟ يا جماعه والله العظيم خلاص بجد انت بجد انت بتقول ان احنا في حاجه احنا المفروض بنعملها وبنفس الوقت. على فكره حنان على فكره انتوا رافائيل انتوا الاثنين بتضحكوا في وش بعض. عايزين نعيش في الدور ازاي؟ وده داخل لك بيعمل لك انت مالك انت يا عم سيدي عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه. اهلا وسهلا يا اخويا. ايه التمثيل في ده؟ يلي كان يوعى بنشاط قبل الكل اليوم ما قدر يوعى. بريك أول بحلقتنا وبنرجع بعدها لأخبار الطلاب بالأكاديمية. خليكن معنا مشاهدينا. عودة لمتابعة يوميات ستار أكاديمي ولمتابعة أخبار طلاب الأكاديمية. بذكركم مشاهدينا أنه فيكم بأي وقت تدخلوا على www.starakarabia.com. بصف الماركة الشخصية تفاجأ ميلاد حشيتي بالطلاب زعلانين وعم يبكوا. فشو كان السبب؟ بونجور. بونجور. كيف الحال؟ تمام. مبروك الرجعة. سافا. كيفك؟ تمام. تمام. هاي ماشي الحال؟ نزيم شو بك زعلان؟ صفا؟ فاين؟ عن جد؟ والله كيفك أحلى متعلم كمان؟ يا عم اليوم بدي أحكي عن موضوع بهمكم كلكم. هو موضوع الخجل، لأنه كتار منا مرات بيشعروا بالخجل، كتار منا مرات بيحسوا الخجل من طبيعتهم صح؟ وكتار منا مرات كمان الخجل بيكون حلو عندهم. مين بيحس حاله خجول منكم؟ آه أوكي جود. تذكروا شو قلت لكم المره الماضيه انه جوا بيأثر على برا. اذا انا كنت زعلان من جوا ببين على مظهري مظبوط، بس كمان برا بيأثر على جوا. لانه
الحركات الجسمانية اللي من برا بتأثر على الحالة المزاجية اللي بعيشها من جوا. في حدا زعلان من حدا هون؟ لا فاين يور فاين ستيل فاين. ايه بنطر الاسبوع الجاي. مرتضى شو بك هون؟ ايه ليش مسكر ايديك وهيك قاعد بوضعيه الانسان الانسان يلي كنا عم نحكي عنه صح؟ الانسان اللي بغرفته. شوفي علي راسك وطلع من الاوضه. برافو. شوفي مرتضى ليش متضايق؟ لا لكن من البرايم يعني انه ما قدمت فت شيء انه يليق بيه ويليق بالناس اللي يشوفني. انا عم اقول لك برافو عليك انك زعلت ولازم تزعل، واذا ما زعلت بتكون انت انسان منك على قد مسؤوليه انك انت تكون هون. برافو عليك. بس مو يوم كثير منيح. يت شو طلع لي من زعلك؟ شو قررت تعمل بعد الغلطه اللي عملتها بالبرايم؟ هيك بيكون الانسان الايجابي. شانطال ليش زعلانه؟ عاودة لأنه كمان غلطتي بالبرايم ومتضايقة كتير أو متضايقة شوي أو متضايقة؟ لا لأنه أنت قلتي عادي وأنا شايفك زعلانة. عم تعملي أفضل ما عندك؟ بعد. ليش شو ناطرة؟ هلأ بعمل. هلأ بهيدا القعدة حتعملي؟ لا بس أنا هيك بهيدا المود حتعملي؟ هيدا إنسانة ما قررت تعمل أفضل ما عندها؟ هيك كيف قاعدة وتاكية إنساني مقررة تعمل أفضل ما عندها ما بفتكر صح؟ ما تكذبي علي. يعني ممكن أخسر حاجة. بدك تعملي أفضل ما عندك، بدك تبكيون شانطال بكيون وخلصيون. معليش عملتي شيء طلعيون، رجعي البنت يلي فاتت على الأكاديمية ورجعت تعمل أفضل ما عندها. خلصيون شانطال. خلوني أقول لكم شيء، ما تحبسوا ولا مرة شيء بدكم تبكوه، بكوه خلصوا، بس ما تضلوا 24 على 24 قاعدين مثل هيدي القعده مرتضى. خلوني ارجع لكان لموضوع الخجل. اذا حدا بده يسالني شيء، حدا عن جد متضايق كثير من شيء هلا، يعني كلنا زعلانين يمكن مرات، كلنا متوتر، حدا عنده مشكله عن جد موقفته كثير؟ رافائيل شو؟ شو بك؟ شو في؟ زعلان اكثر خيفان مثل ما قال نسيم؟ كذا كذا خبري. شو يعني؟ قل لي. غنيت منيح بالبرايم برأيك؟ غنيت منيح. خلص ماشي. شوفي. ولا شيء ولا شيء خلص. شوي شوي ضغط. اللي ما بدي خبرك بس ما تقلي ولا شيء لأنه في شيء. رجع بقلكم ما تقولوا لي كلمات. إن شاء الله كيفك عادي. هي رح تفجر بك. عادي. هون ولا شيء. لا في شيء. مزرق زار. رافائيل في شيء صح؟ ما بدك تقوله. بقى عبالك تضل مضايقك؟ ما عادي بيروح بيروح. حنان زعلانه. زعلانه حنان؟ اوعك تقولي لي عادي. كلهم زعلانين. شو زعلانه حنان؟ من اوكي برايم. شو اللي مخوف؟ شوي على شو؟ لانك ما عملت كمان ما عملت منيح بالبرايم. وهذا زعلك رح يفيدك هلا؟ قادره تعطي احسن؟ حاسه انه مش انا اللي غنيت قبل. مش انت اللي غنيت. وهلا انت القاعده او لا؟ هلا حنان القاعده الحقيقيه. حنان القاعده او لا؟ سو ايمتى بدها ترجع حنان الحقيقيه العاديه؟ شو بتعمل حنان العاديه الحلوه المهضومه اللي ما بتخاف؟ شو بتعمل؟ شو الفرق بينها وبين هلا حنان القاعده هيك عم بتفكر شو عملت بحالي وغنيت ما منيح؟ يات عندك بعد فرصه. عم ما عم تستغليها، قاعدة عم توفري عم تروحي بأنك تخافي. بدك تبكي بدك تضحك اعمليهم خلصيهم طلعيهم هول المشاعر الوحدة وارجعي القوية اللي بدها تنجح بالأكاديمية. لأنه حنان القاعدة هلا مش حنان اللي بدها تنجح بالأكاديمية صح؟ صح. بس يس أنا امبارح كنت كثير زعلانة لدرجة إنه خلص قلت رح دب شنطي ورح فل على بيتي وانا بعد رح تنسحب يعني بس بس بالليل والله العظيم بس بالليل صرت احكي مع حالي انا ليش بزعل حالي لهالقد انا اجيت لهون مشان هدفي انا اجيت لهون فبلشت فاليوم صبحت فيري هابي يعني كثير كثير فرحانه وما بفكر بشيء بس بالايفالو بس مين هون منكم ياخذ اللقب انا جايين نلعب ف
فاتن ناوي اذا ما تضيع فايبه تفل معه. لا رفعت ايدي بس شفت كيف هنا لوين عراق. باي باي شكرا. ايهاب زعلان كرمال هيك محمد سعد ودينا حاولوا يكتشفوا السبب. هاشي خليك انا ملاحظك بقى فتره عصبي. ها عصبي بتعمل بالفهم بعصبيه كل شويه مثلا ممكن تكون متزعق بس والله العظيم صدقني الموضوع ابسط من كده بكتير. ما تاخدش دايما المواضيع عليك. انا قلت لك انت اطول من الطيبه انت غلبان قوي فاهم فما ما تحملش نفسك فوق طاقه فاهم يعني لا بس اقول لك عطلك وبعدين دينا فهمتك الموضوع قالت لك ان الموضوع مش بسببك انت مالكش دعوه مالكش ذنب لفت بعيني ونختي اللي اغلى كل الناس وبعدين انا ملاحظ ان عباس بيتعامل معاك عادي برضه هو عباس يعني لا مش انت هو ما قلتش ان عباس متغير عليه انا زعلان منك او انت السبب في موضوع ان هو يعني لا انا شايف انه بعد عن سهيله لا مش وانا سهيل انا عارف السبب بس خلاص بس هو السبب مش محتاج كده هي قالت بالسبب السبب مش محتاج كده السبب قالت لي انا كمان السبب بس فضلت معاها عادي احنا اصدقاء ليش هو بعد انا بقول لك انا ما اعرفش الموضوع لا 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 مش عايز تنزي سهيله هيبهدلني ليه يا ستي انت بتحبيها وعشان كده وانت نفسك عارفه سرها فما بتطلعهوش يعني فنزهك هو كده بالعكس لا يحبوك هيحبوها مش فهمتيني ولا ما فهمتينيش انا من كتر انسان عزيز علي بزاف كنت قلق منه بزاف صافي ما كنت من انسان عزيز علي بزاف كنت قلق منه انا بقول لك ربنا ان شاء الله يشفيك بقى والله العظيم في حاجه مع عباس قاعد مع سهيله جوه ومفيش اي حاجه لا داهه قال لها تغني ايه وقاعدين جوه بيذاكروا بس بيبعد لا عباس ده طيب جدا عباس ده طيب يعني ومحترم جدا وبحبه وبحبني كده بيبعد انا مش عايز ده وقرر إيهاب يحكي مع عباس ليسأله ليش هالقد بعيدة عن سهيلة مفيش زي ما انت بتقول خالص انا بقول لك هي المشكلة انا بلاحظ انا بلاحظ عباس انا بلاحظ بس هي مشكلة عندها انا عندها كمان معاي بس سهيلة عزيزة علي زي اختي وصديقتي وبتفهمني وبفضل معاها بعيوبها عباس انا بفضل معاها بعيوبها انا في مرة انفجرت عليها قدامك انفجرت عليها قدامك قلت لها انتي يعني زودت ال انا بستحمل سهيله بستحمل انا عارف ظروفها وعارف اني مرت فيه يعني بتفهمني وزي اختي وصديقتي وفي نفس الوقت بس انت ما عرفش ايه اللي حصل لك احنا كنا ثلاثه بنجمع بنضحك فجاه لقيتك ملاحظ يا عم مش صغير لقيتك ممكن تكون قلقت من التعليقات وعايز مش عايز يعني عباس ابعد عندي عباس ابعد عندي عباس اقترب مني عايز تاخد مش كده ممكن ماشي مش عايز الكلام كتير عليك مش عايز الكلام كتير بس احنا في الاول وفي الاخر احنا في الاول وفي الاخر كنعيشوا مع بعضياتنا فده بيخلي ان الاشخاص اللي المفروض مستنيه مني حاجه معينه او مستنيه تعامل معين بتخليهم بقى ايه اللي تخاف اللي 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 يبقى عايز يبعد اللي يقول ايه لا خلاص انا ما اتعاملتش معاه لا ما قربش قوي انت فاهم فبيبان قدام الناس ان احنا ما بنتعاملش مع بعض فبالتالي انا مشكلتي ما انا ببقى فاهم الشخص اللي قدامي يعني انا فاهم اهاب ان انا مش هينفع ان انا اروح اتكلم معاه او مثلا انت قاعد لوحدك ما تجيش اقعد اهزر معاه واضحك لا انا عارف ان ايهاب قاصد ان هو مش عايز يقرب مني يعني انت مثلا بتكلمني على شخص الشخص ده مثلا ممكن ابقى انا قاعد اهو هل ما فيش بينه وبينه مشكله وممكن الشخص ده يبقى هيموت ويبقى عايز نقعد نتكلم مع بعض ممكن يجي يخش من الاوضه دي يلاقيني قاعد يمشي انا يعني يخش من الباب يلاقيني قاعد يمشي برغم ان هو عايز يخش ويقعد معايا بس هو متعمد انه يعمل كده انا ببقى فاهم ده عباس انا خلاص ببقى بقيت اليوم او بقيت الوضع ما بقربش عشان عارف ان هو ايه مش عايز احطه في وضع اللي هو عايزه ومش عايز لا خلاص انا سيبك براحتك لما تحس ان الامور كده انا دي مشكلتي بقى ومش عارف ارضيه انا عندي استعداد ان انا اتعامل عادي جدا ومفيش اي مشكله بس ما فهمت ده اللي انا قلته لك تحت صح قلت لك هو بيحاول ما يضغطش وهي بتحاول على قد ما تقدر تبقى متواجدة نقعد احنا بثلاثين في السرير كامل مش هيأثر علاش ماهر مش هيأثر لان الشخص
هيتعامل بدبلوماسيه او لا والله هو مفيش حاجه و... لا خالص بالعكس احنا انت فاهم بس انت فاهم اللي فيه فما لوش لازمه الكلام فاهم هي الايام بقى اللي بت ايه الحل يعني انا بدور على الحل الحل ان انا بتعامل عادي الحل هتلاقي في... هتلاقي الدنيا عادي جدا بريك صغير ومنكفي من بعده اخبار الطلاب بعدكم عم بتتابعوا يوميات ستار اكاديمي مشاهدينا منتلقى تعليقاتكم على اخبار الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام رافائيل قرر يقدم اغنيه لحنان عبر لها فيها عن اشتياقه الكبير لها شفت لك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا وبحبك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا لما اشوفك ما بعرف شو بيصير بغمرك بتلبك بحبك وبطير لما اشوفك ما بعرف شو بيصير بغمرك بتلبك بحبك وبطير اشتقت لك اشتقت لك حبيبي كتير بعد ما أعلنت اختصاصية التغذية كريستال أبي عاصي نتيجة الالتزام بالدايت كان رافائيل ومحمد عباس هن الربحانين فوعدتهم بمفاجأة لهم أنتوا بكرة على عشاء الشيف تبع ستار أكاديمي تخبوا تخبوا بس شوفوا شو كنت أعملوا رح تكروها خبيط لا مش هنعمل كده بس يعني انا رح فوت لكم رح فوت لكم كمان خس وحامض تعملون سلطه خس وحامض بس اليوم ده بدايه الاكل يعني حامض لا بس خلي تكون انت عم تخلطها وهذا مجيب لنا بيكونوا بيتزا قاعدين ناطرينكم على الدرج بتروحوا انتم بتاخذوا بيتزا من الدرج بتحطوا البيتزا على البار بتقعدوا بتاكلوا هون بتقولوا لهم تفضلوا هاي العشاء تبعكم يا ويلة في يوم وليلة مهم ما عاد نعمل عشاء هلا بليز تعا ننسى روحي انا حق غني تاني غني تاني او ثلاثة يا الله مش بدنا عباس دي فركة كعبة وهتعملها ما نحرقصه للنار يعني الأكل جاهز تلاقيه جاهز ولا هتقدروا تعملوا حاجة هات يا بابا أكل جاهز هون هون لا 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 هون بيحصرونا الأكل جاهز والله العظيم الأكل جاهز أحب أقول لكم يا جماعة لحظة بنجمعهم بليز الناس كلها يلا عشان نعمل عايتين لا عندها لهم بجد والله عشان نعمل يا نانيس عند الناس كلها بس عيط للعالم على العشاء ودي فرقة الكعب وتعملها قصاد الدنيا هتقولها جايز على العشاء على العشاء عيطوا عيطوا على العشاء دينا بليز عزو كله مختلط بعد ايه بقى خلاص صلاة شيل عملت لك ايه عملت له ايه
يا صاحبي كلهم اتجمعوا على جماعه يا ريت كله بس يقعد على الكراسي عزبتي بس اقعدي بس على الكرسي بعد اذنك يا فيك تحط شواك يلا شواك ايه عباس يا احنا هيكون ايه جوه انفجارات مثلا احنا متسخنه قدامك اهي هقول لك ده ايه والله العظيم شكله هيطلع بالرحمه مقطع ولا حاجه ولا حاجه يا زلمه مش ذكيه انت وياه اذكى من بعض يلا قعدوا قعدوا خبايين خبيين بكيفكم داري تشيني دوني تشيكن ايه تاخد تشيكن ببروني تشيكن ولا بكتروني تشيكن ولا ببروني تشيكن ولا ببروني اقول لكم يا جماعه انه صحتين وراح تعبوا النهارده العشاء بتاعكم سلطه واحنا العشاء بتاعنا احنا رايحين ناكل فين ايه شفتوا انا قلت والله صار ساعه امن يعني مش معقول يكون هالضرب في شيء تاني خيي مش معقول ها صار تعرفني الله معك شو اخي هيك من كل هلا من بدري كذا بكره لانه حاسس يومين بلا اكل انا ثانك يو مدام كريس ثانك يو مدام كريس على الضرب اللي عملتيه فينا طلع فينا الضرب ثانك يو على الضرب وانا قلت لها مش هيسيبونا تقول لي لا عادي بنقعد نحن بناكل عروه مش عارف في نسيم هي مش عارف في نسيم ومروان ليك هيدا ليك هيدا ليك هيدا مبسوط والله كنت هديك بس مش كده كنا ما نقسمهم خي بس مش شو بدك حلوه حلوه متذكر حلوه حلوه صحتين صحتين على الاقل احنا كنا نطلع انت قلت متذكر من ورانا منظرك كان زباله مره حلوه حلوه هي دي صحوبيه صحتين عباس تاخد ده على حاله عباس سعد ثانك يو مدام كريستال على الضرب الحلو طلع فينا انا وعباس نحن ربحنا اول جمعه طلع فينا انا اجى نسيم مش انه شبالي وحده هيك خدت بالك خدت بالك البيتزا من ايدي ولا خدت بالك هم بيعملوه بريك اخير ومن بعده مشاهدينا منتابع نحن وياكم حلقتنا لليله نتابع يوميات ستار أكاديمي مع أكثر اللحظات رعب بالأكاديمية لحظة النومينيشن وبعدها بتختلف ردات الفعل عند الطلاب وبصير كل طالب يحسب ألف حساب الطلاب الثلاثة يلي بدائرة الخطر شلتين الثلاث بنات سمعتنا فادي حنان اوكي خلاص فات ليفالواسيون فات البرايم الحمد لله هذا فات طلعت منهم نومينه اوكي بليز رافائيل ما بدي اشوفك راح ابكي بليز ما بدي تشوفينا بدي ابكي بليز رافائيل روح روح رافائيل بليز جايز حنان يا حنان
قدرت تخليهم انا وياه شوي؟ سكان انا كنهضر معاه دوك نجي. مش هيك يا جماعه، مش هيك، مش اثنين، مش اثنين. كيف يعني مش اثنين؟ انا مش انت معي، مش انت. لك انا وانت فاتن، ما تفكري في شيء. ابكي معلش معلش انا صافي غادي يرجع لكم الجمهور بنسبة كبيرة بزاف، والمغاربة كاع غادي يصوتوا لك، والجزائري كاع غادي يصوتوا لك، وكاع العالم العربي كاع يحبوك. لي ميساج اللي لحقوكي ما تخيليش اكل بوان الناس تحبك. خويتي انت ما عارفة حياتي شلون، حياتي صعبة. عرفت كنت زمان كان انت دلوقتي. بصي يعني انت مقتنعة بدا او مش مقتنعة بدا، انت عندك دلوقتي ناس بتحبك وناس بتدعمك. انا عرفت انا كعيت حتى هذا مش النيفو ديالي، ولكن انا اللي درتها ناقص، حتى واحد ما دار لي، انا اللي سويت الحالة. انا ما غنيتش مزيان في البلاي، انا اتحمل خطاي. على راضي فرص على راضي نون نونا شو نقيت شو مين حبيبي الأساتذة التقوا النومينيز الثلاثة ليشرحوا لهم سبب تسميتهم. مرحبا. أهلين بفاتن. أهلا. حبيبتي حكيناك هيديك الجمعة، اللي بدي أقول لك إياه اليوم هو الخجل والخجل والخجل والخجل. أيمتى بدك تطلعي تفرجينا شو عندك؟ أيمتى؟ طلعتي غنيتي بالبرايم أنت ونومينة، مرعوبة. لا ما كنت مرعوبة، كنت خجلانة. مبين ما نحن شايفين، بس قلبي ما كان عم بدق من الجمهور خوفا، لا بس كنت متأسرة. هالأحاسيس الزايدة اللي عندك يلي بدك تضبطيها، لأنه أنت هون اليوم مثلا واقفة بهالثلاث دقايق بدك تغني هالغنية، ما فيك تقعد تمشي كل أحاسيسك متضاربة بزيت التكي وبزيت ويصير صوتك يرجف لأنه عم يتأثر ويروح من ميلي وعينيك مغمضين. انت عندك كتير اشياء بدنا نشوفها، وفيك تضلك خمس مرات نوميني وترجعي. هلا انا عم بحكيك لا تبكي ولا لا تقوي لنصير لنبقى ونطلع احسن بالبرايم. فاتن ما رح ابكي، لا بس انا عارفه ما رح ارجع. مين قالك ما رح ترجعي؟ اذا نحن مش عارفين في تصويت عنا نحن بالبرنامج بنتبعه على البكلة. فاتن هيدي البكوي لازم تخلص، اوكي؟ لانه هذا الشيء ما راح يساعدك لصوتك، وانت مثل ما قالت مدام كلوديا هيدا الاسبوع بدنا نشوف احلى شيء عندك، لان نحن بالتمرينات عم نشوفه، بس وقت عم تطلع على المسرح يا عم تتلبكي يا الاحاسيس الزايده مثل ما قالت مدام كلوديا، كل هول الاشياء عم بيعملوا انه كل اللي عم تعمليه بالتمرين بالريهرسل او بالصفوف ما عم تقدري تحطي الإفار حتى تطبقيهم، اوكي؟ هيدي التركيز النكزه زياده اللي ناقصك. خليني انا احكي، خليني انا احكي وكل الناس بيتفاجئوا، بس ستار اكاديمي مش بس صوت، بدك تكوني ايجابيه اكثر من كل النواحي، بصوتك بحضورك. هيدا الصوت نحن اليوم حطيناك لومينه لنهزك ونقول لك ليكي انت لازم توصلي ابعد بكتير. ممنوع مثل ما بلشتي باول برايم تبلشي هلا تنزلي، نحن عم نوقف النزول، مشان هيك حطيناكي نوميني، عم نوقف
الأريار اللي عم تعمليه أو على القليلة مراوحة مكانك. ما راح ضيف شو قالت، ما شفت بعينك اليوم بالصف كيف أصحابك تقدموا، كيف لما فهموا البوزيسيون كيف صاروا يطلعوا ينزلوا بكل سهولة، والرنة الصوت صارت تحت وبالنص وفوق هي زيتها. في مشكلة عندك بتشد كتير على صوت الصدر، هيدي شغلة خطيرة جدا، لأنه لما بتشد على صوتك تنبحي وهالبحة بتزيد وما بقعد عندك صوت. بدنا ننتبه على هالشغلة لأنه بدنا نساعد كمان صوت المستعار تيكمل تتكمل طبقة صوتك. جينا نقول لكم شيء؟ أكيد. أنا عن جد ستارة أكاديمية بالنسبة لي يعني حلم من وأنا صغيرة، وأنا كتير بحبكم كتير، وإن شاء الله إذا الله راد وضليت هون رح أعمل بنصايحكم. أنا رح قلك بوجهك يلي قلته قد ظهرت امبارح من الإيفال. أنا قلت لهم حنان مع خصوصية صوتها ومع وجهها وشكلها مشروع نجمة. وعلى قد ما أنا مآمنة بهيدا الشيء، أنا أول وحدة حطيتك نوميني. تعرفي ليه؟ لأنه أول شيء امبارح غنيتي لنا قليل، وأنت ما كنت مغنية منيح بالبرايم، يعني أنا كنت ناطرة شيء امبارح تنعود عن البرايم، لأنه ما حسستيني بالوجع بالحالة يلي طلبتها مدام كلوديا، ولأنه بدي حنان تصير نجمة، فأنا بدي إلا لحنان ويك أب وعي قومي اشتغلي على حالك، لأنه الشكل ما بيكفي طبعا. أنا ما بدي أقوله حنان حلوة، لا صح. بدي أقوله أنه صوتها حلو وشكلها حلو وهي مشروع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ميسي كتير. هلا رح أقولك أنا بدي إياك تبطلي خويفة وعتبكي انت، لانك بكيت ولانك خفت هيك صار معك مزبوط. انت بالتمرين شو عملتي؟ عملتي اللي عم تعمليه هلا للناس لانه ما بيعرفوا شو بيصير. بتعرفوا ليه بكيت؟ لان كانت خيفانه تنسى الكلمات. ما نسيت الكلمات بس راح منها صوتها. انت اليوم نوميناتها تقوي اكثر، ممنوع بقى تخافي وتبكي، لانه كل ما بتخافي وبتبكي كل ما بتكوني عم بتعرضي حالك للخطر. الله برد عليك، الفن للضحك والجمال. ثانك يو ايكون. بيلبق لك تكوني ناجحه، بيلبق لك. يلا فرجينا. يلا باي، فرجيكم اكيد. ما تنسوا مشاهدينا انه السي بي سي بتقدم لكم هالموسم اكثر من فرصه للفوز برحله كامله التكاليف لحضور برايم ستار اكاديمي مباشره من بيروت. لا تشاركوا بالمسابقه وتفوزوا، ادخلوا على www.cbc-eg.com. اما النتيجه واسم الفايزين معنا لهالاسبوع هني سارة مدحت وسارة عمر. ألف مبروك. أنا بودعكم وبلاقيكم بكرة بحلقة جديدة، كونوا على الموعد. زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. حلف ما زيد نسال اللي هجرني، والعين اللي بكى وحال تسامحني، على اشياء قلبي هواك غدرني، راني مجروح شكون لي داويني. هي يا رياح والدين غامي، يسمعهم الحبيب يعرف حواليه.